عطوري على الطيف قيدوهم النقابيين وقيدوهم السائقين، كان فوت 30 سنه ديال الحرفه سيارات الاجره مستلف الثاني داخل ولايه الدار البيضاء الكبرى. فانا التحقت بالاخوان ديالي من بعد ما سمعت على انه كاينه شي سياره اللي كتشتغل داخل هاد السيارات اللي بداو كيستفحلوا داخل ولايه الدار البيضاء الكبرى بل داخل المغرب. هاد السيارات اللي كيشتغلوا الان بالابليكاسيون ماشي هما سيارات اجره، ما هما سيارات ديال نقل السياح، ما عندهم حتى صيغه ديال النقل. فبالتالي حنا النقل صيغه والطابع اللي كيخدم به داخل المغرب وهو الرخصه المأذونيه الكريمه. هاد الناس ما عندهمش الكريم، وهاد الناس كيهزوا في الزبائن، وناس كلهم دوزن السيج، الناس كلهم الحاله ديالهم شوه. فبالتالي اليوم الاخوان ملي حاصروا هذا غيهز واحد الزبائن اليوم اجانب، تبين على ان السيد متابع من الشرطه القضائيه وروشيرشي. اما كيف شفتوا هما داو السياره وداو السائق، فهذا غدا بعد غدا غيهز ولادنا، غيهز بناتنا، غيهز نسائنا. اذا كنا غادي نشتغلوا بهذه الوسائل الذكيه ونحيدوا الطاكسي، فاحنا كندعيو من هذا المنبر كندعيو السلطات المسؤوله في هذا الباب باش اما نخدموا حنا كطاكسي بالحريه ديالنا كيف دوزنا الاعمار ديالنا وبسيارات الاجره وبالقوانين ديالها وبالبوانتاج وبسيارات كيف كتشوفوا درنا من جداد، وحاولنا نجدوا البارك ونجدوا الاعمال ديالنا مع الكليان، او الا كانت شي صيغه غتوليك كامله رخصه حنا نتعلموا بها وحنا الاولى بها.